بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء السلام عليكم. بعد ما حلينا عدة تمارين الخاصة بالمعادلات الأسية، في هذا الفيديو راح نبدأ نحل أول تمرين اللي هو تمرين 12 في كتاب المدرسي صفحة 134 خاص بحل المتراجحات الأسية. صح، واش نقولوا عن المتراجحات الأسية؟ احكم الفيش تكنيك اللي راي عندك، بطاقة تقنية اللي راك ملخص فيها كامل واش قلنا من الفيديو الاول ورانا جايين. يعني درنا كامل الخواص ومن بعد درنا حل المعادلة أسية، واليوم قلنا المتراجحة الأسية. ماذا نعني بحل متراجحة؟ اي حل متراجحة من الشكل A أس X اكبر تماما من B، اي نسميها المتراجحة الأسية، حيث A و B أعداد موجبة تماما. حل هذا المتراجحة أعزائي الطلبة هو حل المتراجحة من أي التي تكون على شكل أسية X ln A كيما درنا مع المعادلة، أكبر تماما من أسية ln B، يعني حسب المتباينة كانت أقل تماما أقل أو تساوي، أكبر تماما أكبر أو تساوي. هذا معناه أن X ln A أكبر تماما من ln B، أي X أكبر تماما من ln B على ln A، يعني تقريب نفس الشيء. ونديرو مجموعة الحلول تساوي كذا، أي من كذا إلى زائد لا نهاية، أو مثلا أقل تماما من ln B، يعني من ln B هبط حتى النقص لا نهاية، وهكذا. دوك نشوفو عند حل التمارين. إذن التمرين رقم 12 مطلوب مني حل عدة متراجحات. راه هنا عندي 6 متراجحات، نبدأ بالمتراجحة الأولى اللي هي 3 أس إكس أكبر تماما من 5. هذه أعزائي الطلبة تكافئ أسية إكس ألان 3 كما درنا مع المعادلة، برك المعادلة هنا تساوي، هنا كاين متباينة، هذا مكان أكبر تماما من أسية ألان 5. صح، إذن هذه تولينا أو تكافئ إكس ألان 3 أكبر تماما من ألان 5، يعني إكس واش تساوي إكس أكبر تماما من ألان 5 على ألان 3. إذن هنا مجموعة الحلول، إذن مجموعة الحلول كما نعرفه في المتراجحة تكون مجال مجموعة الحلول هي مجال كامل، يعني أس تساوي أي منين أكبر تماما مجال مفتوح وليس مغلوب، مجال مفتوح. إذن ألان 5 على ألان 3 حتى زائد لا نهاية، هذه هي مجموعة الحلول تاع المتراجحة الأولى. نأتي الآن إلى المتراجحة الثانية. صح، المتراجحة الثانية أعطونا جذر 3، جذر 3 أس إكس أقل تماما من أسية. صح، هذه تكافئ ماذا؟ نفس الشيء أسية إكس ألان جذر 3. هنا ما قالوناش أسية إكس، عطاو لك أس الأس أو الأسية اللي هنا عدد، الأسية هي ماذا؟ عدد، يعني لو تدير في الحاسبة أسية ودير تساوي تعطيك عدد. أقل ما عندهاش أسية إكس، ماهيش متغير، ماهيش دالة، إذن أسية ألان أو كيش أوراني، كاتب 3 كاتب 5 كاتب 6 وهكذا، إذن هذه لازم تكون هاك. إذن هنا هذه تكافئ إكس ألان جذر 3، ونعرفوا باللي أسية ألان أو ألان أو واش تساوي؟ تساوي 1. صح،
إذن هذه أقل من الواحد. إذن إكس تكون أقل تماما من الواحد على آلان جذر ثلاثة. إذن مجموعة الحلول هي أس تساوي من أقل تماما من ناقص لا نهاية حتى الواحد على آلان جذر ثلاثة، مجال مفتوح لأنه أقل تماما. لو قال لك أقل أو تساوي أغلق المجال، أنا قال لك أقل تماما. هذه المتراجحة الثانية. نأتي إلى المتراجحة الثالثة. صح، المتراجحة الثالثة وهي بي أس إكس أكبر تماما من الاثنين. هذه تكافئ ماذا؟ تكافئ أسية إكس آلان بي. بي هو عدد، ما ننساوش، أكبر تماما من أسية آلان اثنان. صح، هذه تكافئ إكس آلان بي أكبر تماما من آلان اثنان، أي إكس أكبر تماما من آلان اثنان. لاحظ سهلة جدا على آلان بي، أي مجموعة الحلول هي، أي من، لأنه أكبر تماما، مجال مفتوح أكبر تماما من آلان اثنان على آلان بي حتى زائد لا نهاية. هذه هي مجموعة حلول المتراجحة الثالثة. نأتي إلى المتراجحة الرابعة. نمحو الصبورة. إذن متراجحة الرابعة وهي خمسة أس ناقص إكس أقل تماما من خمسة أس اثنين إكس. هذه تكافئ، أي أسية ناقص إكس آلان خمسة أقل تماما من أسية اثنين إكس آلان خمسة. صح، إذن هذه تكافئ ناقص إكس آلان خمسة أقل تماما من اثنين إكس آلان خمسة. يعني هنا عندك إكس وهنا إكس آلان خمسة، آلان خمسة تروح في هذه الحالة. إذن واش تولي لنا؟ تولي لنا ناقص الاثنين إكس، تروح منا تولي لنا ناقص ثلاثة إكس أقل تماما من الصفر. يعني نقدر نكتبها أن نضرب الطرفين في الناقص تولي لنا ثلاثة إكس أكبر تماما من الصفر. تنقلب المتباينة، واش يصرى؟ تنقلب المتباينة. إذن إكس أكبر تماما من الصفر، أي مجموعة الحلول أس هي، أي من الصفر حتى زائد لا نهاية. نأتي إلى المتراجحة الخامسة اللي هي اثنان أس إكس على اثنان أس إكس زائد الواحد أقل تماما من الثلث. هذه تكافئ، هذاك الثلث يروح في الطرف الأيسر، يعني يروح في الجهة الأخرى. تولي لنا اثنين أس إكس على اثنان أس إكس زائد الواحد ناقص الثلث أقل تماما من الصفر. يعني هنا نوحد المقام، نوحد المقام حيث المقام المشترك هو ثلاثة في اثنان أس إكس زائد الواحد. نضرب اثنين أس إكس في ثلاثة تولي لنا ثلاثة في اثنان أس إكس ناقص الواحد مضروب في اثنين أس إكس زائد واحد، يعني يولي ناقص اثنين أس إكس زائد الواحد، يعني نحو الأقواس تولي لنا اثنين أس إكس ناقص الواحد. كانت في الحقيقة مع الأول هكا زائد، كي نحي القوس تولينا هكذا باش ما نضلش أقل تماما من الصفر. صح، إذن هنا واش تولي لي؟
أنا لا، بالنسبة للمقام، المقام موجب تماما. لماذا؟ لأن اثنين أس إكس، يعني أس إكس نقصد به أسية إكس ألان اثنان، والأسية موجبة تماما. قلنا أسية إكس موجبة تماما. إذن لأن المقام اللي هو ثلاثة في اثنان أس إكس زائد الواحد موجب تماما، إذن مشكلتنا راهي مع البسط. يعني عندي ثلاثة في اثنين أسية إكس ناقص واحد في اثنان أسية إكس تولينا، يعني ثلاثة ناقص واحد تولينا اثنان في اثنان أسية إكس وناقص الواحد. يعني جمعت بين هذا وزوج، أنا عندي ثلاثة في اثنين أسية إكس ناقص واحد في اثنين أسية إكس، جمعت بيناتهم تصبح اثنين في اثنين أسية إكس ناقص واحد أقل من الصفر. هذه أعزائي الطلبة تكافئ، يعني كشغل ثاني وليت في متراجحة أخرى، يعني نحل في متراجحة، يعني صفيت الأمور الآن نبدأ نحل المتراجحة. هاي وراي إذن أتولي لي أنا نجمع هذه 2 أس 1 في 2 أس إكس، نجمع الأسس تولي لي 2 أس إكس زائد الواحد أقل، يعني ناقص واحد أقل تماما من الصفر. وش ندير أنا؟ ندي هذاك الواحد في الجهة اللي مليه تولي أقل تماما من الواحد. يعني راكم فهمتوني أستاذ؟ هذه واش دير؟ هذه تكافئ. تكافئ ماذا؟ تكافئ أسية، الآن راني نحل في المتراجحة، أسية إكس زائد الواحد ألان اثنان أقل تماما من أسية ألان واحد، صح؟ أي واش تولي لي هذه؟ واش تولي؟ تولي إكس زائد الواحد ألان اثنان أقل تماما من ألان واحد، ونعرف باللي ألان واحد يساوي الصفر. إذن في خواص الألان، يعني إكس زائد الواحد ألان اثنان أقل تماما من ماذا؟ من الصفر. ولأن ألان اثنان أكبر تماما من الصفر، يعني موجبة، لأن ألان اثنان موجبة، فاللعب يبقى لي وين؟ في إكس زائد الواحد، أي إكس زائد الواحد أقل تماما من الصفر، أي إكس أقل تماما من الناقص واحد، ومنه مجموعة الحلول تكون تساوي أي من ناقص لا نهاية إلى ناقص الواحد. نأتي الآن إلى المتراجحة الأخيرة، وهي واحد على جذر اثنان الكل أس إكس أقل أو تساوي، لاحظ أن المتباينة أقل أو تساوي الاثنان. هذه أعزائي الطلبة تكافئ أسية إكس ألان واحد على جذر اثنان أقل أو تساوي أسية ألان اثنان. يعني هنا ألان واحد على جذر اثنان، يعني ألان واحد على بي يساوي ناقص ألان بي، صح؟ إذن أتولي لنا ناقص إكس ألان عفوا جذر اثنان أقل أو تساوي ألان الاثنان، يعني تولي ناقص إكس أقل أو تساوي ألان اثنان على ألان جذر اثنان، يعني رايح خطوة بخطوة، صح؟ إذن وين رانا؟ رانا في ناقص إكس أقل أو تساوي، صح؟ هنا هذا الجذر كيفاش راح ندير معاه؟ لازم نرجعها ألان اثنان كيما هذه، وشفنا باللي في الخواص تاع
الجذر النوني. إذا نطبق الخواص تاع الجذر، إذا ناقص إكس أقل أو تساوي آلان إثنان على آلان إثنان أس نصف أس ماذا؟ النصف. إذا واش تولي لي؟ أتولي لي ناقص إكس أقل أو تساوي آلان إثنان على آلان أ أس أن تساوي ماذا؟ تساوي أن ألان أ. إذن الخاصية اللي درناها، إذن النصف ألان إثنان، ألان إثنان راحت مع ألان إثنان لأنه هنا كاين ضرب. إذن واش تصبح عندي؟ تصبح عندي ناقص إكس أقل أو تساوي الإثنان، لأن راهي ناقص إكس على واحد على على النصف، هكا في الحقيقة تولي. إذا نضرب هذا الواحد في مقلوب الكسر التحتاني أتولي لي أقل من الإثنان، هكذا أقل أو تساوي إثنان، أي نضرب الطرفين في الناقص واحد، إذا تنقلب المتباينة لإكس أكبر أو تساوي الناقص الإثنان، ومنه مجموعة الحلول أس تساوي أكبر أو تساوي، إذن مجال مغلوق من ناقص الإثنان حتى زائد لا نهاية، هكذا. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.